كتبدا القصة مع ديفيد، طالب كيعيش حياة طبيعية وكتعجبو واحد البنت في المدرسة سميتها ميلي، وهو كيهضر معاه عطاه واحد الكرة ديال الزاج كادو. ميلي عجباتها بزاف ولكن مازال كاع ما فرحات بها، جا واحد السطح حيدها ليها ولا حاب باش يعصب ديفيد. الكرة طاحت في واحد البحيرة مجمدة وديفيد غادي يجيبها. بقات ميلي كتحضرو من البحيرة حيت خطيرة ولكن ما تسوقش ليها. قدر صاحبنا يوصل الكرة وهو راجع بها تهرس به الثلج وطاح في الماء. حاول يطلع ولكن التيار كان مجهد ودفعو بعيد على الفتحة اللي طاح منها. حاول يهرس الثلج ويطلع من الجهة الاخرى ولكن والو، حتى قرب يتخنق وهي توقع شي حاجة غريبة وانتقل من البحيرة لواحد المكتبة. ناض ضايخ وما فهمش كيفاش حتى وصل هنا. خرج بالزربة قبل ما يرد ليه شي حد البال وتحرك لدارهم اللي كان عايش فيها غير هو وباه، حيت مو سمحات فيهم وهو مازال صغير. باه شافو راجع للدار معطل وفازق بدا كيغوت عليه وكيسولو فيه كان، ولكن ديفيد ما قال حتى كلمه. طلع البيت وكيجري يسد عليه وباه كيدق يحاول يدخل. نقال صاحبنا لبلاصه اخرى، هنا بدا كيفهم بلي عنده شي قدره خارقه ممكن تعاونو يبدل حياته 180 درجه. رجع للدار جمع حوايجو هز شي فلوس كان مخبعهم وتحرك لمدينه كبر حيت تما كاين فرص كثار. ملي وصل بدا كيدور كيتعرف على البلايص وفاش كتخوى الدنيا كيبدا يتدرب ويحاول يتحكم في القوه ديالو. هو في يد واحد المجله فيها بزاف ديال الاماكن السياحيه، ضرب على واحد البرج كان كيمشي ليه مع عمو في صغره وتمناك وكان يقدر يعاود يمشي ليه. فهاد اللحظه غبر ولقى راسو فوق داك البرج اللي تمنى يمشي ليه. هنا فهم بلي يمكن ليه ينتقل لاي بلاصه بغا بشرط انه يكون فايت زارها. من بعد ايام وصاحبنا في هاد المدينه تسالت ليه فلوس وقرر يستغل القوه ديالو باش يبراكي شي بنكه، وباش ينتقل للبنكه في الليل ملي تسد ويسرقها كان خاصو يدخل ليها. النهار الاخر قصد على اساس باغي يقضي شي غرض، طلب من الحارس يديه للطواليت وهو داخل داز من حدا الخزنه. في الليل ملي سدات البنكه وتفركتات الزقله انتقل للخزنه اللي داز حداها، عمر الفلوس ورجع للغرفه ديالو بلا ما يخلي حتى اثر. صباح فجاو الموظفين واكتشفوا السرقه غوتوا البوليس يحقوا في القضيه. المسؤول على التحقيق كان هو المحقق رولاند. ملي اكتشف بلي السرقه وقعت بلا ما يتفتح لا باب ديال البنكه ولا الباب ديال الخزنه، طلب من المدير يجيب ليه ليستة باسماء الناس اللي دخلوا البنكه هذا الشهر ومعاهم حتى التسجيل ديال الكاميرات. دازو سنوات، ديفيد كبر ولا عايش في بارتمان وسط نيويورك وعنده غرفة عامرة بفلوس اللي سرق من بلايص مختلفة في العالم، وصاحبنا في شي بوات في لندن ضرب على واحد البنت دوخاته، انتقل حداها وهنا غنلاحظوا بلي واحد الصاد سميتو غريفر رد ليه البال. ديفيد كان صافي ولا كيتحكم في القوة ديالو مزيان، لدرجة بعد المرة كيركب الأمواج في المالديف كيفطر في مصر وكيشرب هاواي في هاواي. أجي ما يكونش طائس وعنده هاد اللعيبه. في نفس الوقت غنشوفوا واحد عنده نفس القوه ديال ديفيد مربوط في غابه بسلك ديال الدور وراند واقف عليه. حاول يهرب ولكن ما قدرش حيت داك الكاب اللي رابطو به في شي حاجه كتمنعو يستعمل القوه ديالو. هي يطلبوا يتلقوا حيت ما دار ليه والو وسولوا على الشادو، قال لي الناس اللي في حالكم دايرين خلل في الحياه وخاصهم يموتوا واخا ما دار والو. موراها جبد موز زرعوا ليه في كرشو ومول الامانه دا امانته. فهاد الوقيته رولاند جاتو مكالمه بخصوص السرقه ديال البنك اللي دار ديفيد هادي سنوات. في الليل ملي رجع ديفيد للبارطمان ديالو لقى رولاند مسنيه تما، سولوش كيدير وطلب منه يخرج. دار براسو خارج من تما وجبد سلك ديال الضو ضربو بيه. حاول صاحبنا ينتقل لبلاصه اخرى ولكن ما قدرش حيت داك السلك يمنعو يستعمل القوه ديالو. اعطاه رولاند قتله ديال الكلاب بغى يربطو بسلك من رجلو باش يسيطر عليه، ولكن قدر صاحبنا ينتقل للغرفه اللي خبع فيها الفلوس، خدا معاه شي حاجه وانتقل للغرفه ديالو في دار باه حيت هي اول بلاصه جات في بالو. هاكا قدر يفلت رولاند. باه سمع صداع في الغرفه عرفو هو، طلع كيجري وطلب منه ما يمشي حيت سنوات هادي هو غيحماق بالتقلاب عليه. قال ليه ديفيد ما يخافش وانتقل مره اخرى قبل ما يدخل باه الغرفه. صاحبنا قال مع راسو جيت للحومه نمشي نقلب على ميلي. ميلي هي ديك البنت اللي كان كيبغي يامات القرايه، سول عليها الناس قالوا ليه ولات خدامه في واحد المطعم ونعتوه ليه. بالفعل مشى لقاها تما وتلاقى حتى مارك داك الصاد اللي كان كيحقر عليه. جا في الفقيره تما بواحد الكروشي نقلوا لواحد الغرفه مسدوده، خلاه تما ورجع للمطعم عند ميلي. هضر معاها فكر راه هو ديفيد ديال يامات القرايه، سولته كيفاش دار فلوس قال لها خدام في بنكه. وراه بصح خدام في بنكه، غا هو كيبدا الخدمه حتى كيساليو الناس. سولها اش كدير في حياتها، قالت ليه بلي كتعدي ومازال الحلم ديالها شي نهار تدور العالم. صاحبنا سمع هاد الشيء رد عليها تمشي معاه في رحله لروما. ميلي عجبها الحال وقبلت العراضه ديالو. فهاد الوقيته غنلاحظوا بلي غريفن مازال مراقبه. النهار الاخر وصلوا صحابنا لروما، وفي نفس الوقت غنشوفوا رولاند كيسول مارك على ديفيد وميلي اللي سافرت معاه، وقدر يعرف منه بلي هما دابا في روما. سلل ديفيد وميلي لواحد المنطقه السياحيه بلا ما يشوفوهم الحراس، وديفيد مبعد على ميلي باش يستعمل القوه ديالو يفتح البيبان بلا ما تشوفه. خرج في غريفن، سولوا ديفيد اش كيدير هنا وكيفاش دخل. هنا فهموا غريفن بلي حتى هو عنده نفس القوه ديالو والناس اللي كتكون عندهم كيسميهم الجامبر. مور ما شرح ليه بدا كيسمعوا الهضره حيت متهور وكيستعمل القوه ديالو بلا ما يفكر، والا بقى هكا ممكن يوصلوا ليه البلادينز اللي المهمه ديالهم يقتلوا كاع الجامبرز. ومن الهضره ديالو غنعرفوا بلي رولاند واحد من البلادينز. قال لك ذكر الكلب وجد الهراوه، وهما مازال كيهضروا خرجوا جوج من البلادينز هازين صواعق وجايين يقتلوهم. غريفن
كريفن مع شافهم دار ديك السرو، بغا ديفيد يتبعو، ضربوا واحد بسلك ديال الدوش اللي ليه الحركة. كريفن شافو حصل رجع يعاونو، بدا كيتقاتل معاهم وغيبان بلي كيتحكم في القوة ديالو مزيان، قدر يصفال دوك الجوج بسهولة. سولو ديفيد كي دار ليها، قال لي بلي مدة طويلة هو كيحارب البلادينز، داكشي علاش عارف كيفاش يتعامل معاهم، موراها خبر من تما. ولكن ديفيد ما ناويش يتزاقل معاه حيت عنده بزاف ديال الأسئلة، لحق عليه المخبأ ديالو. هنا كريفن صعر عليه وقال لي يخرج من هنا ولا يخلي ضربوه. رجع ديفيد عند ميلي وهما خارجين من تما، دورهم البوليس واعتقلوا ديفيد حيت اقتحم مكان سياحي بلا إذن، حاول يشرح لهم بلي هو غير سائح وما كانش عارف. قال لي داك الصاد تسنى يجي شي حد من الوزارة الأمريكية وقول لي هو هاد الشيء. وهو مسني تما دخلت عليه واحد المرأة وغنعرفوا بلي هادي هي مو ماري اللي كانت سمحات فيه وهو مازال صغير، وصاحبنا مصدوم فيه حطات ليه السوارد ديال المينوت وقالت لي عندك 30 ثانية تهرب من هنا قبل ما يوصلوا البلادينز يشدوك. موراها غبرات، بغى يتبعها ما قدرش. ديك الساعة دات خدام مالي وقصدوا المطار باش يرجع لدارهم، وهما تما فهمها بلي هادي تكون آخر مرة يتلاقاو حيت حياته مرونة وإلا بقات معاها تكون في خطر. مالي ما عجبتهاش هاد الهضرة ولكن ما عندها ما دير، خلات واقف تما وشدات الطيارة بوحدها. في نفس الوقت وصلوا لدار ويليام بوين ديفيد باش يسولوا على ولده وصيفطوا عامل فيدرالي. ويليام مرتاحش ليه ولكن واخا هكا دخلوا وبدا كيعاود ليه. قال لي بلي هادي 8 سنين ما شاف ولده. ضرب رولاند على الصوره ديال مراته وسولوا عليها، قال لي هذيك مين ديفيد، خرجت من الدار وهو مازال صغير ومن ديك الساعه ما رجعات. مور ما عاود لي هادشي طلب منه يخرج من الدار. هنا غيبان في وجه رولاند بلي ناوي على شي حاجه. في الجهه الاخرى انتقل ديفيد لدار كريفن واخا طلب منه ما يعاود يجي عنده، وهو كيهضر معاه لاحظ بلي الحيوطه عاملين بالصور ديال البلادينز ومعهم خطط ديال طريقه التغلب عليهم. سولوا ديفيد علاش البلادينز باغيين يقتلوهم، قال لي كريفن عندهم شي معتقدات كتقول بلي ممكن شي نهار نصفيوها للبشريه، داكشي علاش كيحاولوا يفطروا بينا قبل ما نتعشاو بيهم، وفي سبيل تحقيق هادشي ممكن يقتلوا اي واحد ويديروا اي حاجه. صاحبنا سمع هادشي تفكر باه ميلي ورجع كيطير للحومه. دخل الدار قباه مغيب، هز وانتقل بيه للسبيطار باش يعالجوه، ورجع عند كريفن طلب منه يعطيه شي معلومات تعاونوا يصفي رولاند قبل ما يدير شي حاجه لعائلته. قال لي كريفن واش من نيتك، سنين هادي وانا محارب معاه وفي كل مره كنتواجهو كيقرب يصفيها ليا حيت خبره وعارف كيفاش يتعامل معانا، واكيد الا مشيتي حتى واجهتي غيصفيها لحبك. عرض عليه ديفيد يتحد ضدهم ولكن كريفن رفض حيت موالف يخدم بوحده. انتقل السنتقل ديفيد موراه وبقى راسك حتى وافق. سولو كريفن واش عنده شي خطه ولا غدافع السنطيحه، قال لي ديفيد انا متاكد بلي الوجهه الجايه ديال رولاند تكون دار ميلي، داكشي علاش من هنا حتى يوصل ليها خاصنا نكونوا موجدين. موراها تفرقوا، كريفن مشى يوجد الاسلحه وديفيد قصد دار ميلي باش يحميها في حاله وصل رولاند. ميلي ملي شافته كعاد طلبات منه يمشي في حاله حيت تخلى عليها داك النهار. يلا بغى صاحبنا يرد عليها سمع صوت رولاند، طل من الشرجم لقى حابس الطوموبيل في الباب وطالع هو مجموعه من البلادينز. هنا ما بقى عنده حتى شي حل غير انه يعاود ميلي الحقيقه، شرح ليها كلشي على القوه ديالو ولكن والو ما تيقاتوش، وهي هاربه منه انتقل قدامها شدها وانتقل بها لدار كريفن. ملي دخل رولاند والرجال ديالو للدار وعرفوا ديفيد كان هنا باستعمال شي بخاخ، جبدوا واحد الجهاز كيفتح بوابه التنقل كتبع الطاقه اللي كيخليو الجامبر موراهم، هكا غيقدروا بالمساعده ديالو ينتقلوا لنفس البلاصه اللي انتقل لها ديفيد. كريفن شاف معاه البنت سخط وفهموا باللي فاش جابها معاه خلى موراه طاقه كبيره ممكن يستعملوها البلادينز باش ينتقلوا حتى هما. رجعوا كيجريو للمخبأ ديال كريفن، لقاو ديك الطاقه اللي خلى ديفيد موراه كتكبر، حتى لهاد اللحظه تفتحت البوابه وخرج منها رولاند وصحابه. ديفيد وكريفن شافوهم تخلعوا وديفيد مر واحد المكتبه ضرب على الصوره ديال امه معلقه في الحيط اللي كيجمع فيه كريفن المعلومات على البلادينز، وهو كيحاول يفهم على الصوره ديال امه معلقه معاهم. ضرب عليه رولاند وتيرا فيه بواحد الشبكه كتمنع الجامبرز يستعملوا القوه ديالهم. يلا غيكمل عليه، خرج كريفن هز مدفع ديال العافيه والدعوه غترون. بقى هو ورولاند ضربه فيها ضربه فيك، حتى لهاد اللحظه جا في كريفن بواحد الضربه هرس بيه الحيط، وميلي كتحاول تفك ديفيد شافها رولاند وهو قاصده وكيبان في وجهه بلي ناوي يصفيها ليها. خرج كريفن قدامه برشاش ديال العافيه، ضربوا لاحو في بوابه التنقل ولحق عليه كملوا المدابزه في دار ميلي. قدرات ميلي تفك ديفيد وملي نزل طلبت منه يرجع لحياته الطبيعيه حيت صافي طلع لي هادشي في راسها، وصاحبنا كيحاول يشرح لها بلي ما كاينش كيدير. تفتحات البوابه وخرج منها كريفن هز في يدو الجهاز اللي كيستعملوا البلادينز باش يتبعوهم. المشكل هو البوابه مازال مفتوحه، ضربوا البلادينز واحد الكابلي منها باش يجروا ديفيد ولا كريفن، ولكن ما يجي داك الكابلي غا في ميلي جروها عندهم من البوابه، وديفيد كيوجد باش يتبعهم يعتقها لقى كريفن كيوجد واحد القنبوله. سولو اش باغي يدير، قال لي هادي هي الفرصه باش نصفيوها البلادينز جمله، غنقص بالقنبوله من البوابه ونخليها تفرقع تما وتجمع حب وتبن. ديفيد سمع هادشي كعور فض حيت هكا غتموت حتى ميلي. ملي شاف وجهه بلي ما ناويش يتراجع للخطه ديالو خطف ليه القنبوله وبقى كينتقل بها من بلاصه لبلاصه وكريفن موراه، وهما مشبكين وكينتقلوا لبلايص مختلفه في العالم. وصلوا لواحد الساحه ديال الحرب، خدا لي كريفن الريموت ديال القنبوله يلا بغى ينتقل بيه، دفعوا ديفيد وصل واحد البوطو ديال الضو شلو هكا قدر يحيد ليه الريموت، وهو محرك حضروا كريفن من انه يرجع لدار ميلي ولكن معاه من كيدوي.
انتقل للدار باش يعتقها، ولكن مع دخل ضربوا رولاند وصحابه بخمسة الكابليات ديال الدوش اللوه ومنعوه يستعمل القوة ديالو. هنا ديفيد سعار وبدا كيخرج القوة ديالو كاملة باش يعتق مالي، قدر يطيح البلادينز ولكن ما قدرش ينتقل حيت الكابليات لاصقين في الحيط، وإلا بغى ينتقل خاصو ينقلو معاه. واخا هادشي صاحبنا ما استسلمش، بقى كيحاول المرة الأولى الثانية الثالثة، حتى لهاد اللحظة انتقل بالدار كاملة للبركة اللي اكتشف فيها القوة ديالو أول مرة. البلادينز ما قدروش يتحركوا وسطها، غرقوا كاملين. هنا صاحبنا انتقل مع مالي مرة أخرى للمكتبة اللي انتقل لها في أول القصة. ملي فاق وحيد الكابليات دور وجهه لقرا رولاند مازال عايش، وحتى هو انتقل معاهم للمكتبة. ديك الساعة هجم عليه، انتقل بيه لواحد البلاصة لا طير يطير ولا وحش يسير، سمح فيه تما ورجع في حاله. دازوا سنين، ومن بعد مدة ديال البحث قدر ديفيد يوصل للبلاصة اللي ساكنة فيها أمه. دق فتحات ليه، سول على السمحات فيه هو صغير. هنا فهمته بلي حتى هي وحده من البلادينز، وفاش استعمل القوه ديالو هو مازال صغير قررت تبعد عليه باش تحميه. صاحبنا تفهم هاد الشيء ودعها ورجع عند ميلي لا تكون كتستنى في واحد البلاصه قريبه من الدار. انتقلوا بجوج لواحد البلاصه يكملوا فيها حياتهم، وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. ما كرهتش اي واحد يقول لنا اللي كانت عنده هاد القوه اش غيدير بيها. وإلا عجبتكم القصه ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع اصحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو جاي. Peace.